وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى سعي دولة قطر لزعزعة أمن مملكة البحرين، مما يعارض القانون الدولي والاتفاقيات الأممية. هذه التدخلات وبالأخص محاولة زعزعة الأمن والاستقرار وكذلك المخططات الإرهابية والنهج العدواني تشكل خرق صريح وواضح للاتفاقيات والمواثيق، ليس فقط الدولية ولكن الخليجية والعربية قبل الدولية. أيضا هذا الخرق أمانة يتعارض أيضا مع القيم الإنسانية، لأن هذه المخططات التخريبية، وأزيد على ذلك الأخطر من ذلك الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، هذه وتوظيف يعني السياسة والأذرع الإعلامية، هذه كلها يجرمها القانون الدولي وتجرمها حتى الاتفاقيات والمواثيق الثنائية والإقليمية بما نسميها المواثيق الخليجية والعربية. وللأمانة قطر لم تأخذ عبرة واستمرت في ذلك. وأود هنا أن أقول بأن البحرين، مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب الجلالة، ستظل دائما عصية على أي عمل تخريبي، وذلك لسبب بسيط، بأننا جميعا متلاحمين مع قيادتنا، وأننا جميعا نؤمن بالمشروع الإصلاحي، ولن تنجح قطر أو غير قطر من خلال بث سمومها أو من خلال محاولتها لزعزعة الأمن والاستقرار أن تنال من هزيمتنا. البحرين سائرة وسفينة الإصلاح سائرة إلى بر الأمان.